من الصحافة العربية: كنوز المخطوطات اليمنية تحت وطأة العبث الحوثي. ومن موقع البي بي سي: الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط عراقية في الخليج. في أخبارنا المنوعة: سجن امرأة أمريكية 10 أيام بسبب إطعامها قطط حيها. أهلا بكم. يقول أهالي مدينة عدن إن من يطارد العمال من المحافظات الشمالية لا يعرفونهم، وإنهم يرونهم للمرة الأولى ولا يمثلونهم، ويظهرون خوفهم من أن يكونوا يوما ما هم المطاردون والملاحقون في شوارع مدينتهم. وقد أجرى موقع إخباري في عدن استطلاعا لمعرفة رأي أهل عدن فيما يجري في شوارعهم، وعنون موقع عدن الغد: كيف استقبل الشارع العدني عمليات الاعتداء على العمال الشماليين في عدن؟ وفقا للموقع، فقد اعتبر بعض المواطنين ما يحدث في عدن حاليا من انتهاك لحقوق البسطاء واستخدام العنف ضد الضعفاء من أبناء المحافظات الشمالية أعمالا غير سوية، وتؤكد على ضعف العمليات الاستخبارية في العاصمة المؤقتة عدن، والمبررات أهون من بيوت العنكبوت. وأدانت شريحة واسعة من الشارع العدني الاعتداء على الشماليين في عدن، مطالبين بوجوب تفعيل مؤسسات الدولة والعمل تحت مظلة القانون، وإيقاف كافة المعتدين الذين يتصرفون من دون أي وجه قانوني. فالأمن بحاجة إلى تفعيل القوانين والعمل بها، وليس إلى قرارات غير محسوبة تؤدي إلى مزيد من الفوضى. واعتبر المواطنون أن ما يتعرض له العمال والبسطاء من أبناء المحافظات الشمالية من اعتداءات وسلوكيات همجية من الطرف الذي لا يظهر شراسته إلا على البسطاء هو طرف خطير أو خطر على مجتمعه قبل أن يكون خطرا على أي عمالة دائمة أو عابرة. وقال الموقع أن القوات التي تم تشكيلها وتجميعها على غير هدى مؤسسي هي من سدت الفراغ الأمني الحاصل في عدن. بدورها ميليشيا الحوثي بصنعاء تقوم وبطريقتها بملاحقة القطاع الخاص وتفرض حصارها على العاملين. ووفقا للموقع بوست: في صنعاء حرب حوثية تستهدف القطاع الخاص. وقال الموقع أن ميليشيات الحوثي كثفت عمليات الاستهداف ضد القطاع الاستثماري الخاص بصنعاء خلال الفترة الأخيرة، وعبر مكتب الأشغال العامة باشرت بإغلاق المطاعم بحجة عدم وجود موقف للسيارات. وقال الموقع أن الميليشيا تغلق المطاعم بحجة الاختناقات المرورية في الشوارع، وهي تهمة عثر عليها مكتب الأشغال العامة بصنعاء لتنفيذ ابتزازه وتحصيل أموال إضافية من إدارات تلك المطاعم لا أكثر. عملية التدمير الذاتي للوطن ستفشل. تحت هذا العنوان كتب أحمد عثمان مقاله الذي تنشره بلقيس مضيفا: يومان من الفوضى العمياء أنتجت شوارع خالية كأن عدن دخلت في موت سريري. فالمطاعم والبوفيات والبقالات والأسواق مغلقة والشوارع خالية والحركة ميتة، فالحياة يديرها هؤلاء البسطاء والعامة الذين يمتلكون همة ونشاطا منقطع النظير، وهو ما يجب أن يكافئوا لا أن يعاقبوا على جرائم غيرهم. فالقريب والبعيد يعلم أن لا دخل لهم، وأكثرهم إدراكاً لهذه الحقيقة هم الذين يعتدون عليهم ويدفعونهم إلى بوابير الترحيل العشوائي. سيتحمل أبناء تعز وإبو وسواهم كل هذا العبث، فهم أكثر من غيرهم يدركون المكايد والملابسات ويؤمنون بأنها سحابة سوداء عابرة تعبر عن مرض خبيث سينتهي ولا علاقة له بالحياة بل بالموت، كما أنها تمثل اعتداء على عدن ولحج وحضرموت وأبين، مثل ما هي اعتداء على تعز وإبو الحديدة وكل الوطن. غضب شعبي في المحافظات الجنوبية وعدن، ظهر ذلك في تحركات الشيخ ودار سعد وفي حصر الحدث في عدن، حيث ظلت بقية المحافظات سليمة وآمنة ومستنكرة.
وعمل محافظو هذه المحافظات ومسؤولوها على ضبط الواقع الذي يتناغم مع إدارة ورغبة أبناء المحافظات الجنوبية الذين استشعروا أن ما جرى من هستيريا وطرد وترحيل على خلفية مناطقية هي بالأساس ضربة موجهة ضد الجنوب وعموم الوطن، وأنها أخطر عليهم من صاروخ الحوثي، بل بدت وكأنها متممة له ومحققة لأهدافه. استنكار وغضب الشارع وتحديداً الجنوبي أربك المخططين والمشرفين لعملية التجريف الظالم للبسطاء وعامة الناس، ربما بهدف التغطية على الحدث والذهاب بالناس بعيداً عن غبار الانفجار أو لأهداف مرسومة مسبقاً تتعلق بتخريب النسيج الاجتماعي وإيجاد ما يشبه حرباً مناطقية شمالية وجنوبية. وهناك من كان ينتظر ردة فعل مشابهة في المحافظات الشمالية لتكتمل الزفة وتتم المؤامرة على الجنوب والشمال، وهو أمر مستحيل اصطدم بوعي الناس وقوة روابط الوطن الواحد والدم الواحد والمصلحة الواحدة. وبفضل هذا الوعي والتنديد الشعبي رأينا وسنرى تراجعاً كبيراً لهذه التصرفات مع محاولات تبرير وتحميل مجهول جرم الحدث، وسيظل مجهولاً وغائباً بفعل هذا الوعي، وهو أمر جيد ونتيجة تؤكد أن لا أحد يستطيع تغيير روح اليمني وسجيته. خسرت جماعة الحوثي المسلحة مواقع جديدة في محافظة صعدة شمالي اليمن بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية، وعنون موقع يمن مونيتور: الحوثيون يخسرون مواقع جديدة في صعدة شمالي اليمن. قال الموقع أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير مواقع جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة ضد المسلحين الحوثيين. وقال مصدر لي الموقع أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين واستعادة بعض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. يقول الجيش اليمني والتحالف العربي أن العملية العسكرية تهدف للوصول إلى معقل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي. اتهم أكاديميون يمنيون وموظفون في قطاع الآثار والمخطوطات الجماعة الحوثية بالقيام بنهب وتهريب كميات ضخمة من المخطوطات الأثرية القيمة الموجودة في مكتبات المساجد التاريخية، فضلا عن القيام بأعمال تدمير ممنهجة لمئات المخطوطات القديمة التي تتعارض مع أفكار الجماعة الطائفية. وعنونت صحيفة الشرق الأوسط: كنوز المخطوطات اليمنية تحت وطأة العبث الحوثي. وحذر عاملون في مجال الآثار في صنعاء من مغبة استمرار عبث الميليشيات الحوثية بالمخطوطات الواقعة تحت سيطرتها بعد إخراجها بذريعة الترميم، بما في ذلك أقدم نسخة مخطوطة من القرآن الكريم عثر عليها في الجامع الكبير في صنعاء. وأوضح أكاديميون وناشطون للشرق الأوسط أن هدف الجماعة من تكثيف جهودها في مجال الآثار والمخطوطات هو تهريبها إلى جهات إيرانية، وتسعى الجماعة إلى إخفاء كافة المخطوطات التي تتعارض مع أفكارها الطائفية أو تلك التي تدل على الإرث الحضاري والثقافي لليمن. وأكدت المصادر أن الميليشيات الانقلابية تقوم بالتنقيب في الجوامع التاريخية والأثرية بصنعاء وفي شبام كوكبان بالمحويت وفي كل من مساجد صعدة وذمار وزبيد وصنعاء القديمة وجبلة والجند، حيث توجد كميات ضخمة من المخطوطات وتمثل ذاكرة اليمن. الحرية إلى أبعد حد، تحت هذا العنوان كتبت بروين حبيب مقالها في صحيفة القدس العربية. عن أي حرية نتحدث ما دامت أجسادنا أول السجون التي نسكنها؟ نأتي من العالم الآخر ونحن معلبون في أجساد ضيقة وأخرى فضفاضة وأخرى مضعضعة، نشتهي أن نكون في أجساد أجمل، ولكن الأمور ليست سهلة كما يعتقد البعض، فمن يأتي لا يمكن أن يعود إلى هناك إلا بعد أن يكون قد دفع الثمن غالياً ومضى في حياة فرضت عليه بكاملها يجهل متى ستأتي نهايتها. نصبح رهائن الجسد، ومن هذا المنطلق نحن مقيدون إلى الأبد. أما مفهوم الحرية فسوف يظل نسبياً أيضاً إلى الأبد، طالما نحن عاجزون عن خلع أجسادنا والسفر بدونها ثم العودة إليها متى ما نشاء. يرتبط مفهوم الحرية بالجماعة وبالمكان والزمان والتشريعات البشرية المتنوعة وحتى بقوانين الغاب. يستحيل أن نطلق العنان لأجسادنا في أوساط لا ننتمي إليها، إذ أن الحرص وليد الخوف من كل ما يتهدد الجسد، ونحن حسب هذا الأمر الصريح لا ندري هل أجسادنا ملك لنا أم إننا ملك لها.
ومع هذا بإمكاننا أن نخلص لمفهوم مشترك، وهو أن ما نعنيه بالحرية هو تخفيف القيود التي تكبل الإنسان، ولكن بشروط. الحرية ليست بيضاء وليست غصن زيتون مسالم، إنها أسلحة وجيوش وعصابات وكثير من الدماء، إذ لا يمكن اقتلاع هذه الحرية بسهولة كما تقطف الفاكهة الطازجة. ولطالما تغنى بها الشعراء مقترنة بالدماء وقوافل الشهداء، يعتقد أغلبنا أن حريته مرهونة بعدم تدخل أحد في أموره الشخصية، كما يعتقد الكاتب أو الصحفي أن حريته تتحقق حين تحترم كلمته. مفهوم الحرية في زمن مواقع التواصل الاجتماعي أصبح محنة كبيرة لدى المستخدمين، وكلما اتسعت دائرة الضوء التي يتعرض لها الشخص ضاقت حريته وتحولت حياته إلى جحيم. نعم، مساحة الحرية ضيقة، لكنها تناسب صغر هذا الكائن الذي يوسم بالإنسان، فهو ليس بحاجة لحرية بحجم مجرة، هو بحاجة لمقدار منها فقط تحت ظل الحب. فطالما كان الحب صحيحاً توفرت الحريات دون قيود. أعلنت الأمم المتحدة التوصل لاتفاق مع الميليشيات الحوثية التي تسيطر على صنعاء لاستئناف المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرتها التي تم تعليقها منذ 20 يونيو الماضي، وعنون موقع مأرب بريس. الغذاء العالمي يسلم المساعدات للحوثيين نقدا، ورغم أن برنامج الغذاء العالمي أكد أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو ضمان مساءلة عملياته الإنسانية في اليمن، فإن الحوثيين احتفوا بالاتفاق الأخير كونه يجعل تسليم المساعدات للمستحقين نقدا عوضا عن المساعدات العينية التي كانت تقدم فيها السابق ويسرقها المتمردون أنفسهم قبل وصولها ويقومون ببيعها في السوق السوداء. وأوضح المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي أن الاتفاق على التفاصيل الفنية سيكون في الأيام المقبلة، وأعلن أحد زعماء الميليشيا في صنعاء حظر التوقيع مع البرنامج عن أن بدء توزيع النقد سيكون قريبا بحسب الآلية لدى برنامج الغذاء العالمي بعد التوقيع على الاتفاق مع البرنامج. الصحافة الفرنسية بدورها أيضا ركزت على اتفاق الميليشيا الحوثية مع برنامج الأغذية، وعنون صحيفة لوبوس الفرنسية. اليمن: الحوثيون والأمم المتحدة يضعون اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن استئناف المساعدات الغذائية. وتابعت الصحيفة: المتمردون الحوثيون والأمم المتحدة أعلنوا عن اتفاق بشأن استئناف المساعدات الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في اليمن الذي مزقته الحرب والذي تم تعليقه منذ 20 يونيو. وتم توقيع الوثيقة في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون، ويشمل التسجيل في قاعة ويشمل التسجيل في قاعدة بيومترية للمدنيين الذين يحتاجون إلى مساعدة من أجل ضمان توزيع فعال واستفادة الأسر الأكثر فقرا. ووفقا لموقع السياسة الإخباري، وتشير الاتفاقية أيضا إلى الشفافية الكاملة لعمليات تسجيل مستلمي المساعدات والتوزيع، وقد أكدت الأمم المتحدة الانتهاء من هذا الاتفاق. وقال هيرفي فورسيل المتحدث باسم هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة بعد مفاوضات مع السلطات التي تتخذ من صنعاء مقرا لها: قام برنامج الغذاء العالمي بتوقيع اتفاقية رفيعة المستوى، وهي خطوة مهمة نحو اعتماد الضمانات في عملياتنا الإنسانية في اليمن. قتلوهم ببندقية ترامب. تحت هذا العنوان كتب وائل قنديل مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد. ودع العالم النازية والفاشية قبل أكثر من 3/4 القرن، ثم استردها في صورة أكثر فظاعة وبشاعة مع دونالد ترامب. في أحدث الجرائم ضد الإنسانية، أعني تلك المذبحة التي ارتكبها مسلحون بيض في مركز تسوق في ولاية تكساس الأمريكية أول من أمس، سنكون ظالمين لو حملنا الشخص العنصري المهووس الذي ضغط على الزناد فحصد أرواح 20 إنسانا للمسؤولية وحده، ذلك أن كل جريمته أنه ترجم أقوال دونالد ترامب وتصرفاته إلى فعل جنائي إجرامي، وهو يحسب أنه يحمي أمريكا والعالم معها من خطر وجودي محدق بها. منطلقات الجريمة تنبع من فلسفة ترامب في الحكم والإدارة ورؤيته للآخر غير الأمريكي وغير الأبيض، وتصب في المستنقع الحضاري والإنساني الذي يؤسس له ويدعو إليه الرئيس الأمريكي. على أن فاشية دونالد ترامب
تتخذ طورا أخطر بكثير من الفاشية كما تحدث عنها التاريخ، بالنظر إلى أن فاشية ترامب تتخطى الكراهية والعداء لألوان من البشر لتطاول الطير والشجر، كما جرى في أواخر ديسمبر كانون الأول 2017 مع القرار الصادر من البيت الأبيض ضد الطيور المهاجرة، حين أعلنت إدارة ترامب أن شركات الطاقة ومؤسسات الأعمال الأخرى التي تقتل الطيور المهاجرة بطريقة الخطأ لن تلاحق جنائيا بعد الآن. إذن نحن بصدد رئيس يعادي الطبيعة ويحارب التنوع الإنساني ويريد إعادة صياغة الخرائط الإنسانية على طريقته الخاصة، محرضا على كل صور الإبادة والمحو على نحو يذكرك بمسلكيات الغزاة الأوائل الذين عبروا الأطلس وأبادوا الهنود الحمر سكان البلاد الأصليين لكي يؤسسوا عالمهم الجديد. يملأ دونالد ترامب خزائنه بالمال من تجارة الحرب على الإرهاب، بينما كل الوقائع تنطق بأنه هو الراعي الرسمي والرئيسي لكل صور الإرهاب في كل مكان، إذ يدعم بغير حدود إرهاب حكومات الاستبداد والاحتلال، والحال كذلك، وبمقتضى العدل والعقل فإن أي محاكمة لمرتكب جرائم كراهية عنصرية داخل أمريكا لا تشمل ترامب بوصفه المشرع لها والمحرض عليها لن تكون محاكمة عادلة، كما أن هذه الجرائم لن تتوقف ما دام الخطاب المنتج لها مستمرا. لا يمكن لإيران أن تكون يوما صديقة لشعوب ترى أنهم أقل حضارة منها، وفقا لموقع بي بي سي. الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط عراقية في الخليج، وتنقل الشبكة البريطانية عن وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط عراقية في منطقة الخليج الأربعاء الماضي، وبثت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا فيديو يظهر الناقلة أثناء احتجازها، وبحسب التلفزيون الحكومي فإن قوات بحرية تابعة للحرس الثوري احتجزت ناقلة نفط أجنبية في الخليج بينما كانت تقوم بنقل الوقود لبعض الدول العربية، كما أفاد باحتجاز طاقم الناقلة المكون من 7 أشخاص وكانت تحمل 700,000 لتر من الوقود. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان رسمي إنها لا تقوم بتصدير زيت الغاز إلى الأسواق العالمية، وإنما يقتصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة. وأضاف البيان أن الجهات المعنية تقوم بجمع المعلومات عن الناقلة المحتجزة. في المنوعات نطالع من موقع أخبار اليوم عنوان سجن مسنة أمريكية 10 أيام بسبب إطعامها قطط حيها، حيث حكم على أرملة مسنة في مدينة غارفيلد هاتس بولاية أوهايو الأمريكية بالسجن لمدة 10 أيام بعد أن خالفت القانون للمرة الرابعة بإطعامها القطط الشاردة في حيها. المرأة البالغة من العمر 79 عاما بررت تصرفها بأنها تفتقد قططها التي ماتت قبل عامين، مما جعلها تبدأ في إطعام القطط الهائمة في حيها. وذكر الموقع أن 8 قطط بالغة ونسلها أصبحت تتردد بشكل منتظم على بيت المسنة منتظرة الحصول على طعام من الأرملة، ويعتبر إطعام الحيوانات الشاردة مخالفة نظامية في مدينة غارفيلد. كشف فريق من الباحثين في جامعة وارسو كما نقل موقع دي دبليو أنهم تمكنوا من تحديد شكل مجرة درب التبانة التي تقع في قلبها كواكب المجموعة الشمسية بما فيها كوكب الأرض، حيث نجح العلماء في تطوير خريطة ثلاثية الأبعاد للمجرة بالاعتماد على مواقع آلاف النجوم والمسافات بينها حسب ما جاء في الدراسة التي نشرت في مجلة ساينس العلمية. وتكشف الخريطة أن درب التبانة ليس مجرة مسطحة بل هي حلزونية الشكل ذات 4 أذرع في قلبها باطن المجرة، وهو ما يعني أن سمك المجرة يختلف عن نقطة إلى أخرى حسب البعد عن المركز. عالم الفلك بجامعة وارسو وأحد القائمين على الدراسة أندريك ولدسكي قال لأول مرة تم وضع خريطة للمجرة كاملة بجميع أطرافها باستخدام المسافات بشكل محدد، وتتسم الخريطة بكونها الأكثر دقة في وصف شكل المجرة، حيث استخدم العلماء القياسات الخاصة بحساب المسافة بين الشمس و2400 نجم منتشرة عبر المجرة ثم رصدها باستخدام تلسكوب وارسو الواقع فوق جبال الأندريز في دولة تشيلي.
جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة دي تليغراف البريطانية، والتي وثقت عددا من الأحداث من مناطق مختلفة حول العالم. نتابع. رسامو الكاريكاتور يمتلكون وجهة نظر خاصة في قراءة الأحداث واتخاذ المواقف منها. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في جولتنا التالية. بهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.